كتير كونوا مع اللبنانيين واللبنانيات يلي ببلاد الاغتراب من كفي كمان من كندا. بالإذن منك يمنى أنا قدرت أوصل لصبية لبنانية بعد 4 سنوات من الهجرة، قدرت توصل بلفوا بكندا وقدرت تربح ويعني تبهر لجنة التحكيم بأدائها بحضورها وبصوتها وبمزجة بين العربي والفرنسي بأغنية قدمتها كتير حلوة كوبابلو وحبيتك بالصيف للسيدة فيروز. جانا سلامي أول شيء، نفتخر فيك، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير ومبروك، ألف مبروك على هالمشاركة الملفتة، وطبعا مش غريب على اللبناني أنه كمان يرفع اسم لبنان بالعالي وين ما كان. صباح الخير جانا. صباح النور، ميرسي على الاستضافة وعلى هالإنترو الحلوة، كثير مبسوطة أكون هون. ثانك يو. وأنا مبسوط فيك جنى. خبرينا كيف بلشت فكرة مشاركتك بلافوا كندا، يعني هو ذا فويس المتعارف عليه حول العالم. نعم صح، هي شوي الفكرة بلشت سبونتينيسلي، يعني هيك فجأة. ديجا صار لي 4-5 سنين بكندا وعم هيك عم بقدم اشياء للجاليه اللبنانيه اكثر، عم بقدم، يمكن العالم صارت اكثر تعرفني، يعني الاودينس تبعولي عم بتكون اكثر الكوميونتي اللبنانيه وشوي العربيه كمان. نعم. من خلال حفلات وكونسرتس لوكال كله. فحبيت انه، فكرت انه ليش بدي ضلني هالقد بعيده عن الكوميونتي الكنديه اللي انا عايشه فيها. نعم. فحبيت من خلال هالبلاتفورم انه وصل صوتي ووصل للأودينس الكندية اللي هي ديجا عندها كتير غنى بالموسيقى تبعها وبتقدر هي تغنيني مثل ما أنا بقدر أغنيها. فمن هون بلشت الفكرة، وفكرة انه كمان أغني بالعربي وبالفرنش، كرمال هيك اجمع شوي بيناتهم، ما كتير يبين، ما كتير يعني يكونوا هدول الكولتشرز بعيد. وديجا أنا كتير بحب الستايل الفيوجن، يعني ديجا كتير بحب انه أخلط بين هدول الستايلز الموسيقية. فهيك بلشت الفكرة. وذا فويس كندا لأنه شوي كان طبيعي لإلي سنس أنا عايشة هون، يعني خبرينا يعني بهالعمر لتنتقلي على كندا، يعني مش سهلة، عندك كان محيطك، أصحابك، جوك، يعني عشتي، يعني تجزرتي بلبنان، قديش الحنين بضل موجود وقديه العودة للبلد الأم بضل دايما خاطر على البال؟ وهل رحتي مع العيلة أو وحدك منفردة؟ أول شيء أنا رحت لوحدي، كان عندي أوريدي خيان هون بكندا. نعم. جيت لأدرس، والبلان كان إنه بس من بعد ما أخلص وأتخرج أرجع على لبنان وكفي تحت، بس ما زبطت، صارت العيلة كلها هون، سو أهلي صاروا كمان معي. الحنين أكيد دايما في حنين، وكل شيء بنعمله هيك بتحس إنه عم يعني بتحمل الكولتشر تبعك وجذورك وكل شيء بتحمله معك، يعني وين ما تروح وشو ما تعمل. والدليل يعني انه لما جيت لغني بذا فويس حسيت انه ماني قادره بس غني بهذا بلغه واحده او بس بالفرنش، وانا حدا كثير بفتخر بهذا الشيء وكثير بفتخر بالاوريجنز تبعي. فكان هذا الشيء اساسي لإلي انه ودي ووصله معي. خلينا نشوف انا وياكي والمشاهدين مشاركتك بأول طبعا ظهور لإلك ب The Voice La Voix Canada، وكيف غنيتي كوبابلو وحبيتك بالصيف. تفضل محمد. يعني بدنا نسمع هالقطشي منها، رح نسمعها لايف منك هلا، كيف هالنقله بين العربي وبين الفرنسي الحلوه، واحساسك وقتها برمولك من اول جمله غنيتيها على المسرح، يعني شخصين يمكن ما بيعرفوا العربي ولكن حسوا فيكي، حسوا بصوتك وحسوا بالموسيقى، مين اللي برملك وكيف وشو حسيتي بهال؟ فعلا يعني اول شيء هن برموا يعني على يمكن تاني جمله، وانا كنت كتير مركزه بالغنيه وما كنت حتى يعني ما كنت ايش على الكراسي قدامي، هالقد بيكون في بتحس الستريس اللي عم تعيشه وهالقد في ضغط من كل الميلات جايه، بتحس انه مش قادر تركز على كل شيء. شعوري كان انه بس برم وحسيت انه اوريدي هلا اكيد ريليف كبير، قادر بعدين تصير تركز على الموسيقى. بس كثير انبسطت انه هن قدروا وصل لهم هذا الشيء، يعني انا عم بغني بلغه ما عم يفهموا منها شيء على الارجح.
كتير انبسطت انه عن جد وصلن، وهيدي كانت الفكرة يعني انه يعني من هون الموسيقى هي اللغة العالمية بالفعل، المشتركة بين كل الشعوب يعني، بس قدرتي بصوتك كمان تفسري لهم هالموسيقى بطريقة حلوة، ما نسمعها منك هلأ هيك إذا ممكن، ونشوف النقلة بين العربي وبين كوبابلو. Coupable, ok. Pour avoir été un jour le premier à te caresser jusqu'à te brûler, pour avoir osé au creux de mes bras faire naître la femme qui dormait en toi. Je me sens coupable de t'avoir oublié. طيب انا كيف بدنا نحكي بعد الصوت الحلو جنى، خبريني شوي يعني هيك عن دراستك، شو درستي موسيقى بلبنان قبل ما تروحي، وكيف كملتي مشوارك بكندا بعد الهجرة؟ انا الميوزيكال اديوكيشن تبعي هي كلاسيك، بالكلاسيكال ميوزيك بالكونسرفاتوار بالمعهد الوطني بلبنان. اول شيء بلشت كان عمري 8 سنين، بلشت على آلة العود، عملت تقريبا سنتين ثلاثة ورجعت حسيت انه الجيتار يمكن بيشبهني اكثر، فرجعت كفيت الجيتار لحديد ما جيت لهون يعني لل 2019. بهذا الوقت ما كان كتير يعني كان دائما عندي انفولفمنت موسيقي بلبنان، بس ولا مرة كانت كتير اخذة الكارير ميوزيكال تبعولي جديا، كانت هيك شيء بحب اعمله. نعم. فلما وصلت على كندا انا جيت لادرس هون واتعلم بالجامعة، واكيد واحد لما هيك ينفصل عن المحيط تبعه بيصير عنده كثير وقت لحاله، بيصير عنده كثير وقت فراغ. فاللي حسيته انه انا قادره هلا بهذا المحل بلش فريش ستارت، بلش بشيء انا عن جد بدي اعمله اللي هيك فتره بفكر فيه، وبلشت اخذ كورات غنى، وبلشت نزل بوست وفيديوز على السوشيال ميديا، والعالم هيك بلشت تتعرف علي يعني من ورا كوفيد، من ورا هيك كل العالم بالبيت وانا قاعده عم غني بالبيت وكذا. من بعد كوفيد كل العالم صار رجعت على حياتها الطبيعية، وخلت ببالها انه في حدا بنعرفه بالكوميونيتي تبعولنا اللبنانية اسمه جانا بيغني. فبسنة واحدة حسيت انه تغيرت حياتي، صرت عملت كذا لوكال كونسرت، رحت على تور مع ألف أبي سعد يلي اجى على كندا، بوجه له تحية كتير كبيرة، وعملت كذا كذا شو هون بكندا، نعم. وهيك طورت الاشياء يعني عن جد مثل الحلم مثل ما بيقولوا. بس كدراسة بتقولي بعد ناقصك، لازم بعد تكملي، لازم لا تتطور. دائما دائما في شيء تتعلمه، دائما في شيء تكفي تتعلمه. انا اكيد بعدني عم باخذ كرات غنى، وكرات غنى شرقي وغنى مودرن، فكر دايما اكيد، بس هلا يمكن اكثر عم ركز على الاودينس تبعي اللي عم جرب وصل لها الستايل يلي هو انا هلا ديجا صرت مرتاحه فيه ومقتنعه فيه. نعم. انا بعرف انت ما بدك تغني كتير، بس انا ما رح سامحك يعني، انا رح اقول لك بعد بدنا نسمع شيء عربي وشيء انجليزي. بتغني بغير الفرنسي والعربي؟ بتغني انجليزي؟ بغني انجلش يس اوكي، ايطاليان، نسمع غير شيء، اي لغه؟ شوية سبانيش، نعم. حسب غنية يعني اتعلمها للغنية هيك اكون مرتاحة معها، بس اكيد بغني انجلش فرنش وعربي مرتاحة. طيب لكن انا شو رح نعمل هلا؟ رح نسمع بعد منك محطتين، اول محطة هلا شو رح تختاري؟ اول محطة يعني اول شيء مش محسوبة لانه هي شاركتي فيها. غير ما يحلالي جنى، انا كثير انبسطت فيكي، جود لك، براود اوف يو مره ثانيه، وبتمنى انه توصلي لمراحل متقدمه من برنامج لافوا، وحتى توصلي وتحصلي على اللقب لانك بتستاهلي، ودائما مثل ما بنقول اللبناني رافع اسم لبنان بالعالي. ثانك يو جنى، ميرسي بوكو، ميرسي لك.